وكاين بزاف اللي كيقول اه طويل دابا انت غيكون بقى في الحين ما بنيتش الدوكيومونطير. برادر انا خليت شان في عرفت واش فيها 500000 ما تسوقتش، بديت ازير مشى كونت انستغرام ما بكيناش عليه، بديت ازير سول بلان ديال انني بغيت نبان شي لعيبه ات دازنت ماتر تو مي اني جاي مي لايك ذا ايديا اوف تبين الفيتنس المغربي هذاك بحال كاك ذاتس وات اتس اباوت فهمتيني، وتخلي المغاربه ما عرفتش اتشيفين في الدومين اخي لا صدو دو باس ولا دو باس اتشيفين الاخر، وانا عارف بنادم معاود ليا شنو طاري ليه الساط على قبل هادشي واتشيف شي لعيب وتجي في الاخر اخي الفيتنس المغربي كراي مي ريفر. وهذا ما كان الدراري نمشيو نستمتعوا بالطبيعه هنا، وهذا ما كان الدراري بيس. وواحد لعيبه اخرى ديديكات اي واحد كيضرب مجهود كيضرب شمال شي لعيبه كيتقاتل كيدمر على شي لعيب فهمتي، يو غا ريسبكت ذات فهمتي، ما بغا نحيد حتى شي واحد شي حاجه ديالو. ولكن ما انا اخي انا في الدومين ما نقولش لك فهمتي، انا بلا مقولش انا فهمتي يعني الكينز اخو الكينز بدينا الهيت كذا ما نقولش كذا لعيب، ولكن انا كنتريني مهتم بالفيتنس في المغرب. انا ما شفت اخي شي واحد مثلا مثلا ديفيد لي جيف سيد الناس لي زيماج ديال 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 الفيتنس في امريكان ولا في يو كي ورايفر بغي يوصل ان الفيتنس ديالو مقود وجلس بدا كيبكي قدام كاميرا، الا حنا عندنا في المغرب ما مصر في الخليج ما كاينش هاد اللعيب لازم كيوريك الاتشيفمنت في داكشي كونكري اوكي. مي حنا في المغرب فهمتيني جلس بدا كيبكي قدام كاميرا اجي وريني فيتنس فين واصل ديالكم كيفاش بلان شنو الريفولوشن اللي درتو بنادم كيبكي قدام كاميرا ارون غيريت ارون. وانا بعت الدراري من المشاكل ياك وتلاحظ الدوكيمونتير وما دويتش، ولكن فهمتي انا دابا داك الطباخ علاش كدق عليا في ستوريات حيت دابا انت الصاد اش كدير انت كطيب صافي علاقتك بفيتنس انك كطيب شي لقيتي واحد الضايط تبضع او تغلاضي شي دابا علاش كتبدني في ستوريات انت اصلا. دابا مشكلتك انك انت باش تبقى انت هو انت خصك تبقى لاصق في الاخر وداك الشيء اللي دارو تدخل معاه وتبقى انت ويطاقيك وتبقى انت عايش مين انت يو دو ناتين يو ار نو باري عشير ودرتي وليت كتجي انسبيريتي المغاربه عشيري ما ار نو سو ليف مي ذا فاك الون عشير سير طيب شي خيزو بحسبه عشير وبعد مني الله يحفظك.